اليوم غنجرب اسكالات بن سليمان بالضبط عين الدخله عدا تقريبا ساعه على كازا. اون فوا سور بلاس ليكيب اسيم كشرح لكم لو ديغومون دو لاكتيفيتي وضروري خصكم تلبسوا لو كاسك اي لو شوسون دو اسكاد قبل ما تبدا. سيت اون اكتيفيتي لي خاصها الصبر والتركيز في نفس الوقت. سيت ان تشالنج باش ما تهبطش يديك وتوصل جوسكو بو. هذا ميساج ليك، ثق فراسك، ما تهبطش يديك وغتوصل.